إذا سكواد كامل حاصروا الحمزاوي إيش ممكن يسوي بهذا الموقف؟ هدول السكواد شوفوا ركزوا عليه اللعيبة وحشروني بالبيت لحالي وبشوا عليه. ثلاثة نوك وفضي المخزن الام 4 والام جي 3، فأفضل حل بأنقذ الموقف الشوتجن. أخذت الشوتجن أم الطلقتين وعلى الأخير اعطيته الطلقة وخالصين. اقوى لاعب في العالم. اللي بعده بسرعة، عينك على الفزعة صاحبي، تنوك ابشر حمزاوي بظهرك. الاول نوك، ركزوا. الثاني، الثالث، يسعد دينك حمزاوي، اقوى لاعب اريد. ركزوا لي على الخصوم بتقييم عالي، هون سوولي دمي صفر وبشولي ونسوا انه قدامه الحمزاوي. اثنين نوك وضل الاخير، ركزوا على اخر لاعب عم يضرب بري فاير. اهم خطوة بقانون اللعب هو النيدات والملجوفات، كيف؟ راح اشرح لك بالتفصيل الممل. فهون في سكواد كامل قدامي، نوقت اول واحد فما بحسن بواجههم كلهم سوا، فافضل حل اني اشلف مولي فوق ونيدات. فشلفت مولي، نوقت اثنين وشلفت النيد كمان، دمجت فيها وبشيت على طول، هن سكواد كامل. مثل ما كنتم شايفين ريف واحد وشلت الاخير، يعني شلتهم بكل سهوله بدون ما واجهن. فهي اهم خطوه في اللعب النيدات، حاول انك تلعب نيدات عشان تشيل خصمك بكل سهوله. ومثل ما كنتم شايفين قال لي كفو، خالصين على اللي بعده. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا شباب بنات، رجعت لكم فيديو جديد. قبل بدايه الفيديو دائما وابدا لا تنسوا الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بداية حابب اشكر كل شخص سأل عني، كل شخص اطمن علي ولو بتعليق، ولو انه كتب لي الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم جميعا وحقكم علي. الناس اللي ما رديت عليها والله انتو على عيني وعلى راسي بسبب ضغوطات وبسبب المرض، فاسف على التأخير بالنشر. بتعرفوا انه المرض يعني الله يسعدكم ان شاء الله رجعنا احسن من قبل، والله يشفي كل مريض والحمد لله على الصحة والعافية. حبايب الكون عندي خبر حلو اكيد راح تنبسطولي، فبإذن الله اموري لوز، بس ضل عندي تظبيط النت. بتعرفوا انا مقيم بسوريا في ادلب، فبس خليني زبط النت وراح صير اطلع فيس كام ولايفات، وان شاء الله راح انشر يوميا فيديوهات على اليوتيوب. فاكتبولي بالتعليقات اذا كفوا تحضروا اللايفات بالسهرة، وبعرفكم متحمسين، فان شاء الله بس صبر وبإذن الله راح اعرض متى راح صير اطلع لايفات. وحبايب بالنسبة للحساسية والإعدادات، جبت لكم حساسية لجماعة 20 فريم، 40 فريم، 60 فريم، وإعدادات إذا كنت جوال أو آيباد. تمام حبايب، الإعدادات والحساسية، أنا حبايب حساسيتي آيباد سريعة، تعرفوا أنا متعود عليها السريعة بشان لأني أنا متعود على اللعب السريع. فحبايب ركزوا معي كتير منيح، رح خلي لكم رابط بالتعليق المثبت. هذا الرابط إيش فيه؟ تطبيق. داخل التطبيق فيه اعدادات، مخططات، اصبعين، اربع اصابع، ست اصابع، حساسية بطيئة، حساسية سريعة، حساسية متوسطة للجميع، واكواد الحساسية بالتطبيق بتلاقوهم. فبالتعليق المثبت اضغطوا وروحوا حملوا التطبيق، بنصحكم تجربوه. وفيه الحساسية وفيه الاعدادات كما ذكرت. الله يسعدكم فردا فردا، وراح اترككم حساسيتي بالفيديو. فاللي بدي اياه منكم، بتمنى ما تقصروا معي نوصل هذا الفيديو 5000 لايك، تستطيعوا ان تقدموا غدود. واللي مو مشترك بالقناة يشترك ينضم لعائلتنا، بتنوروا والله. وبس هلق راح اترككم مع جيم عدد كلات عيلي، ما بدي احرق عليكم الكلات، والله يسعدكم شاهدوا الفيديو للنهاية، وراح اترككم الحساسية كما ذكرت. وبس خليكم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. هذا بداية جيم، جبت عدد كلات عيلي في الموت وخصوم نار، وبعدين راح افوت بجيم كامل. بس شوفوا انتو خطأي كيف متت بعد ما جبت هدول الكلات وضيعت علي الجيم. فهون اول واحد وفي ناس بكل مكان، في سكواد قدامي ويساري، فعدد عيلي 34 لاعب. في هون ناس قدامي مباشر مشتبكين مع بعض، دغري بش على طول. فنشت اخذت كل وبشيت عليهم، كمان نوك. كمان نوك، اهم شي تفنش تضمن الكلات. خالصين، فضينا الخلاف بيناتهم. يعني في هدول الناس اللي بينزلوا سولو على البيوت اللي برا المود، يا اخي هدول الناس غدارين لابعد الحدود. خلاص بالسيف،
يا اخي لو ما السيف ايش يا اخي، احلى شيء احلى اضافة في اللعبة هي السيف. يلا على اللي بعده، لسه في 20 لاعب في دو قدامي كمان لعيبة يعني وخصوم. لا بس شلفت مولي، فبس بدي اياهم يواجهوني ينزلوا لاني صعب تطلع. عبر واحد دغري استلقيته وباشر نوك، والتاني صاحبه خالصين. يعني اهم شيء تتمركز عليهم وتحسن، يعني شلون بدي اقول لك، تسيطر عليهم مباشر، يعني ما اعطيتهم مجال. صوت صاحبهم قدامي كان جاي لعندي بعدين تراجع، هو ورا الباص. خليني اهيل وبشله، حميت له نيد ما في فائده، ما استفدت شيء. فافضل شيء بوش بالسيف وخلي السيف كفر. علاوي حبيب قلبي مو سمعاني حبيبي والله. اللي بعده في اشتباكات قدامي في العمارات، شلفوا سموكات مباشر، شلفت موليات واشتبكوا. نوقت اتنين بس روح خود كلات، مازال مشتبكين مع بعض، بس مليان ناس كتار سكوادات، يعني الله يستر. اهم شي تفنش مباشر، نوقت اتنين خليني التهي بهدول اللي في العمارة. في صوت يا اخي، هلق وقتك، اهم شي فنش البوت عشان اخذ الكل ما يسرقوه. تمام يلا لازم اتفضى على اللي بالعمارة. هدول فوق اتنين ومعهم شوت جنات، فما راح احسن غير بالنيد. نيد بحضنهم ما تنوكوا يا رجل، فمالكن غير النيد الثاني. شوفوا كيف راح ارميها هاي النيد، هن فوق على اليمين، فضربتها بالحائط اجت في الحضن خالصين. شلتن واحد تفنش واحد نوك، وهي بالسيف ابلع. هاللي بعده يلا، في واحد قدامي كان عم يرمي علي، بشي بالسيف خلص المخزن خالصين. يا اخي افضل شي السيف. عم بطلع على الناس واز بسمع صوت يسار بيشش علي. لوين حبيب؟ سمعان صوت الرمي وجاي باقصى السرعة عشان يلحق، يعني على مين؟ صاحبه بيقدرني حبيبي والله. رد فعل وايم اسطوري، وجا صاحبه الثالث. طيب هذا كيف راح اتصرف؟ تعال بيك يا حبيبي، يلا معي دبس، لازم ابوش عليه قبل ما يستحكمني. بشي على طول شلوط يا حبيبي، لك شلوط ولسه مقاوم. يلا جيجي، خليني نروح على جماعة السموك. جماعة السموك طلعوا شخصين وهن فوق، فافضل الشي بشي على طول. هلو، اداء اسطوري، اداء بيخوف. خلصت؟ خلصتي؟ عفوا نجمة والله، يعني مجبور. تيجي تعرفوه، في صوت تحت اجا ابو الفزعات. منور يا كادي، ارحب حبايب. 21 كيل خالصين، طلعت من المود، فشوفوا وين الخطأ. طبيعي واحد بعد ما يخلص المود يجي على سكوت، بس شوفوا وين غلطي، ليكوا على هالصف اللي صفيته. ايش هاد حمزاوي يا اخي؟ انا يعني شو بدي اقولكم، بخاف اني اخسر الجيم، عرفتوا كيف؟ فبصف صفات غبيه وبموت موتات غبيه. رجعت نزلت سكول ويا ريتني ما نزلت. شوفوا مثل شوفوا كم واحد بش علي، يعني ايش اصير جلاندايزر؟ فهذا غلطي. ليش انا يعني شو بدي اقولكم، لو فايت على سكول كنت شلتون، بس عشان اطالع جيم عشان امتعكم بالمشاهده. يلا على الجيم اللي بعده، سكوادات في كل مكان الله يستر. خلينا ننزل على اليمين ناخذ سلاح بعدين نواجه. المشكلة ايش؟ الموت كله غدر صاحب، يعني ما بتحسن بتاخذ كفر وباشر غدر، يعني خالصين اكيد. يا الله المشكلة المود. نزل قدامنا، هدي شوي. واحد خلينا فوقي كمان، درع ما في درع، واحد فوقي. طيب يلا تمام، بس دقيقة بركي بيطلع لي درع هون. حلو، هاي درع. واقف وين؟ واقف على الدرج، الدرج. تمام، هاي نيت دقيقة، حاول انوكو. 31 لاعب، ايش فيه؟ ما تنوك، تعال معي.
وين هو؟ فوق. عم يهيل. اطلع اطلع بالسيف وانا بشيله، اطلع بالسيف وانا بشيله. روح. عم يهيل عم يهيل دمه. ممكن تبلع حبي؟ ايش هيل دمه؟ هيل ميتكت اتوقع. سعد دينك يا صاحب، فكرة اسطورية. يلا خلينا نقرب. قدامي. تعال معي. ما عندي سبايدر مان. واحد نوك. مباشر فينش، لا ترحم واحد. مش تبكين واحد وراك. واحد وراك. شلته هاد. شلت هذا كمان. اثنين نوك. واحد راح كل. وراي. يوه عملت له ردة فعل والله. كنت شلته. كفو. ليش شلته؟ طلع من فوق ولا من تحت؟ ايه خليك هيك. لا يلا تعالوا فزعوا له. معقول هدول غيرهم؟ طبعا. تعال انزل. بس خليني اخذ السيف. حلو. بعد عندي. لا نوك. وحش. هدول فوقنا مو هيك؟ ايه. نزل. ثواني بس. خد كفر خد كفر خليني هيل. هذا بوت بوت. وين؟ لا. ارمي له نيد. يلا دقيقة. لا لا لازم نطلع لهم بس اكمل دمي. لا دخل صاروا اثنين. هن فوق مو؟ دقيقة. هاي نيد في الحضن. راح نفد منه. طيب وهي كمان صار يسار برا. وهي ما بيبقى. عم هي عم هي الدمه دمشتهم. وينه؟ واحد نوك. غدرة. فوت فوت فوت. دقيقة. تعال 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 من هون. خالصين يا واحد. لا كنابير. هدي هدي مفنشو بالسيف. خد هاي خد هاي. هي هو هو. ابلع يا مناوب. المشكلة كمبرة وغدر والله. يا اخي هذا المود افشل مود في تاريخ ببجي نزل. هاي بعطيكم اياها من عندي وعندي. يعني شفت عم تفايت مع هدول. هداك بده يغدرنا. لو ما السيف صاحبي كان متنا. كفر كفر بالسيف. روح. هذا مكمبرين صاحب يعني مبينين. ليكو ليكو. كفر بالسيف. يلا اطلع اضرب اطلع. بس ما يحمي نيد. تعال تعال معي. علاوي حبيب قلبي ابو حسين. تعال تعال تعال. شو يا عمري؟ شو يا كمبور؟ شو يا حبيبي؟ يا اخي دخيل الله. ما حاج. ابلع علوبي. يلا اللي بعده. يلا خلينا نطلع على السريع. لاعب وبوت. هذا الكل بوت. روح روح روح. خلينا نطلع سكول. اكيد راح يكون في مليون. على السطح. على السطح على السطح على السطح. واحد اوبن واحد اوبن. وين؟ ايه. تعال يا حبيبي. حلو. دولة المحارم عرفتون؟ ورق الحمام. واحد وراك انتبه. هاي مولي. واحد غدرني من بعيد. معك سبايدر مان؟ واحد معي معي مسك. يلا. لا لا انا معي معي تعال. خلينا نطلع الطابق الثالث ونشيلهم. استطح استطح استطح. طابق ثالث نفس الشيء. ييه طفيت دقيقة. وين هن؟ كأنه راحوا الطابق على البناية الثانية. لا لا لسه في واحد هون قاطع نفس. تعال 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 معي الطابق الثالث بناية الثانية. حبيبي فاجأته. كاك السبر. ايوه السبر. ما بعرف شو بيحكي بالكردي. تحياتنا اخواننا الكراد طبعا. مدري شو بيحكي. ترجموا لنا الكراد. اي واحد كردي ترجم لنا. في كتير ترى كراد ترجموا لي والله. هذاك لسات قاطع نفس. هسه ما دبس على السطح. ايوه صاروا اثنين.
صاحب تطلع بالسيف. لا ند 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 هات هات نيد هات. ما معي افتح ند. ما معي ما معي. لا ما معك نيد انت. ايش يلا عرفني. يلا رش. تمام هد. هي نيد بالاحضان. اوف ما بلا هدي نيد تاني. رش نزل دمج. ها نزل نزل هي دمه. اوف يا وحش شلفت على البادي والله. هون كان مكمل حبيبي. لا تبيك ابلع انت وياه. كيف اكلت نمك لك؟ هكر هكر بقول لك هكر. ايه اكيد هكر بقول لك هكر حبيبي. انا الملقب بالهكر اجباري يا اخي. بالله عليك دبس ما بيتواجه اجباري لازم تواجهه بالنيد حصرا. واحد واحد تعال شوفه باحلى. وينه؟ عم يرمي نيد. سعدينو اقوى لاعب يريد لاعب بالعالم. اوف 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 كم نيد. اقوى لاعب بالعالم نظامي. شو يا حبيبي شو يا عمري. هات خوشتك تلزمني. يلا صاحب بس خليني فنش. يسعد دينك يسعد دينك وحش. فل 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 ايم والله. سكوب ستة. انا معي كل واحد. نزل نزل واحد بالمظلة. ايه ايه شفته شفته. روح مش حضن. اوف بس ما يكون سكواد كامل هلا. يلا معي دبس خول. واحد ورانا حبيبي. ردت فعل يا وحش. ده يروح يريف صاحبه قدامي. طلع. طيب راح بشله بالدبس. لا 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 علاوي حبيب قلبي. يلا حبي ابلع. سعدينه بدي ابلع على صاحبه والله. لعيب ناس ورانا. سكواد يمكن. انا ما بعرف ايش ما تقولوا هكر الله يطلعوا سكواد ومكر. يسعد دينك يا وحش. يسعد دين. ردة فعل واحد يطلع كان يتشوت. معلش شيلون راحتك. دمه صفر. ايه جاني ابلع حبي يا عمري بلعبك. اقوى لاعب يريد. يلا يلا جيتك عشت. ترى في ناس في البيت اللي ايه غير سكواد. غير سكواد نعم. يلا جيتك خلينا نشوف هدوك. توقع بالبيت ثلاث طوابق ما بعرف والله. ايه ليكو ليكو قدامي قدامي ليكو. واحد مقلش واحد بهش واحد نزل نوك. كفو دمجته كتير. يلا تعال يا رب يطلع حبيبي. انا هون يا وحش. لا عشت. كفو شفتك عم تكفر. انا كنت بس امشيله بس ما توقعت انه يطلع لاني بتعرف جماعة الكمبرجية بس ضرب وخلاص. شو عرفني انا قلت كفرك بتشيله. يارا وين؟ تعال يا حبيبي. ضربت له الدولاب. شفتك ضربت له الدولاب. راح 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 صار بالبيت الازرق. مسك سطح. تبع لا تموت. ها تمام. شو شو حبيب منور علاوي حبيب قلبي ابو حسين. اني خادمكم الصغير. نط بالغلط. نط بالغلط صار صعب يتعذب لحتى يوصل لهون بالاخير بتنط بالغلط لك اخوي. يلا جي جي حبيب. في ناس. ليكو 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 اوبن. في سياره فوق جايه. خلينا نشيل هذا بسرعه. سوا خليه يفنش. الله يسامحك. يمين 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 فوق روح. مشكلة دمه صفر. بس ما يشيلوه. شالوه راح. يلا مو مشكلة عادي. هذا 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 الشوفير شخده فنان. اوف 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 كتار. يو كفو خالصين. راح الكل هذا كان نوك. يلا جي جي 29 كيل. هداك تفنش؟ ايه تفنش. يلا سيارة وين؟ اوف 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 يا متنا؟
يا حرام، يا برباك كيف هيك انا ورا يا رجل، انا نحن ورا الكفر، كيف هيك شالونا؟ طار الدروب كله، اقسم بالله مستحيل حظن. يو يفضح عين الحظ يا حرام يا اخي، قسما بالله نحس حظ، ما بعرف في شيء غلط معي. 29 كيلو. يلا جي جي، يلا جي جي، حلو جي جي. الجيم لهون بيكون وصل نهاية الفيديو مثل ما شفتوا، نهاية غير متوقعة. فهلق راح اتركوا الحساسية والسلام عليكم.